السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان كريستوفر ترود إن بلاده ترغب في حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة في إطار خارطة الطريق الإفريقية. وأشار المبعوث البريطاني لدى لقائه مساعد الرئيس إلى أن لندن ستقوم بدور فاعل في دعم الحوار لتحقيق نتائج إيجابية لدعم السلام. وأعرب المبعوث عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي لعبه السودان في تحقيق المصالحة في دولة جنوب السودان. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أعدته واشنطن بتمديد ولاية بعثة يونسفا بمنطقة أبيي لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019. ونص القرار على أن هذا التمديد الأخير ما لم يتخذ الطرفان التدابير المحددة، ومن بينها وجوب أن يحرز البلدان تقدما ملموسا في تعليم ترسيم الحدود. وطالب قرار المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بأن يبلغ أعضاء مجلس الأمن خطيا بالتقدم المحرز في تعليم الحدود، وذلك في موعد أقصاه 15 مارس 2019. أجاز المؤتمر الوطني تكوين الحكومات الولائية الجديدة وهيكلة المحليات. وقال رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز عقب اجتماع نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم بولاة الولايات، قال إن الاجتماع اعتمد تنفيذ إعادة هيكلة المحليات وتكوين الحكومات الولائية الجديدة خلال الفترة المقبلة. سلمت بعثة اليوناميد موقعا لها لحكومة ولاية شمال دارفور ضمن خطة الخروج التدريجي للبعثة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة. ودعت مسؤولة قطاع الشمال ببعثة اليوناميد حكومة الولاية والمحلية لتسهيلهما مهام اللجنة، داعية إلى أهمية مواصلة التعاون مع البعثة لاستكمال المنشآت التنموية التي بدأتها البعثة بمحلية السريف. أعلن بنك السودان المركزي فتح أبوابه اليوم الجمعة أمام المصارف لتمكينها من سحب أرصداتها بطرفه بغرض تغذية الصرافات الآلية لتكون جاهزة للصرف أمام الجمهور غدا السبت. ووفق منشور صادر عن المركزي أنه سيوفر السيولة للمصارف لسحب الأرصدة وتغذية ماكينات الصراف الآلي لسد احتياجات الجمهور. نهاية الموجز، المزيد من المعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الشبكة الدولية الشروق.net. إلى اللقاء بحول الله.